بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعرفة الله عز وجل لا يمكن إلا عن طريق العلم، ولذلك فضل الله عز وجل العلم وأمر بالتزود منه، فقال: وقل رب زدني علما. وهو عبادة يرتضيها الله عز وجل لخلقه، لذلك قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه عليم يحب العلماء. وهناك منزلة من منازل العبادة لا يصل إليها إلا أهل العلم، وهي منزلة الخشية. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد يصل غير العلماء إلى منزلة الخوف منه سبحانه، لكن المنزلة التي هي أعلى منها وهي الخشية مختصة بالعلماء فحسب، لذلك حصرها الله عز وجل بقوله إنما، وهي للحصر، لا يدخل فيها غير ما ذكر. ولولا العلماء لعاش الناس في ضلالات وفي تيه، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الساعة: إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وممن نشر هذا العلم بعد أن أنزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل هدده إن لم ينشر هذا العلم بأنه لم يقم بالمهمة التي أوكلت إليه. قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أي بلغ ولا تخشى مما هددوك به من القتل أو الأسر أو الإخراج من دارك. وأخصر طريق إلى الجنة هو طريق العلم وأسهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. فطرق الجنة متعددة، منهم من يسلكها بالصدقة، وهذا إذا كانوا من المؤمنين، ومنهم من يسلكه بالصيام، ومنهم من يسلكه بتفريج الكرب، ومنهم من يسلكه ببر الوالدين. وأسهله هو طريق العلم، وهو إذ إن أصله ميسر، وهو كتاب الله. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلما تيسر أصله تيسر طريقه، ورفع الله عز وجل أهله ووعدهم بالرفعة في الدارين. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي حال الدنيا طالب العلم وهو لا يسعى لذلك مفضل على غيره، لأنه من ورثة الأنبياء، والأنبياء أوجب الله عز وجل علينا احترامهم وتعزروه وتوقروه. وفي الآخرة ارتضى الله عز وجل أهل العلم أن يشهدوا معه على أجل مشهود به، وهو التوحيد، وارتضاهم أن يشهدوا مع ملائكته أيضا. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فقط، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلم يستشهد أهل الزراعة مثلا أو الحرف الأخرى. وإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يبعث لهذا البلد من يعلمهم العلم. قال سبحانه عن إبراهيم وأيضا إسماعيل وهم يدعون بهذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني من مكة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم الخليل. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم 20 أبا،
واستجاب الله دعوته. لذا على المسلم أن يدعو الله عز وجل بما تهوى نفسه ولا يستبعد على الله عز وجل شيئا أن يقع، فكل دعوة يسمعه الله سبحانه وتعالى ويدخرها عنده، وقد يعجل بالإجابة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله عز وجل به من العلم، حمل الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم العظيم الكثير الذي وصفه الله عز وجل بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فانتشروا في الآفاق لتعليمه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بعض الصحابة من المدينة إلى ديار الكفر من أجل أن يعلموا، كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال إنك تأتي، كما في صحيح البخاري، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأخرجهم من أرض النبوة إلى أرض الكفر ليتعلموا ليعلموا الناس هذا العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما فيه المسلمون اليوم من خير وبركة فهو ببركة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو الذي نشر العلم، ولو وحاشاهم ذلك أطبقوا على كتمان العلم لانطفأ النور وطمست آثار النبوة، وإنما بذلوا كل شيء من أجل نشر هذا الدين. قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله: لا كان ولا يكون مثلهم، يعني مثل الصحابة رضي الله عنهم. ثم تتابع أهل العلم بنشر هذا الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل قرن يبعث الله للناس من يجدد لهم دينهم. والعلم أفضله وأشرفه والممدوح في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، وهو علم الحلال والحرام، وهو ما جاء به الكتاب والسنة. ولأهميته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يأمر كتاب الوحي أن يكتبوا لئلا ينسى هذا العلم. وفي صحيح البخاري لما أتى أبو شاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقال إنه حلت لي ساعة من نهار إلى آخر الحديث، قال: يا رسول الله اكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا فأول تدوين للعلم في وقت النبوة. ثم بعد النبوة أتى العلماء أيضا وقيدوا هذا العلم، ومن أشهر الكتب الآن المنتشرة وأقدمها في الحديث ومن أشهر وأقدمها في الحديث هو موطأ الإمام مالك رحمه الله، فهو أقدم حديث جمع. ثم بعد ذلك تخصص بعض أهل العلم، منهم من كان في الحديث، ومنهم من كان في علوم القرآن كالتفسير ونحوه، ومنهم من كان في الفقه، ومنهم من هو في أصوله إلى غير ذلك. وأعظم خادم للكتاب والسنة وتفسير القرآن هو علم الفقه، لذلك قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: وهو علم عزيز، لأنه ينتفع به ويحتاجه كافة الناس. فأشرف علم وأعظمه هو علم العقيدة، ثم بعد ذلك ما يليه من الفقه المبني على الكتاب والسنة. ولما انتشر المسلمون في الأصقاع انتشر العلماء تبعا لذلك رحمة من الله عز وجل بالناس، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يدخل في ذلك الرسل، ويدخل فيها أيضا فيه أهل العلم والدعاء والناصحون وغيرهم من أهل الخير. فاختلفت مذاهب الناس ولكن مقصدهم واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام: ولا يعرف أن عالما واحدا يتعمد خلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فمنهم من يبلغه النص
ومنهم من لا يبلغه، ومنهم من يبلغه لكن يرى ضعفه، ومنهم من يبلغه ويرى صحته ولكن يرى نسخه، ومنهم من يبلغه ولكن يفهم منه فهما غير الفهم الذي فهمه العالم الآخر، وهكذا. ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية. ولا تثريب على الناس في الأمور الفقهية في الاجتهادات بهم، في اجتهاداتهم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فأهل الفقه حتى في خطئهم وبعدهم عن النص مأجورون، لأنهم مجتهدون في ذلك. فنشأت متونا فقهية في كل فن، كل ذلك سعيا من العلماء لتسهيل العلم وضبطه وجمعه وسرعة استحضاره. ففي الفقه الحنفي بداية المبتدئ للإمام العلامة المرغناني، وهو من أوسع المتون في الفقه الحنفي، وشرحه أيضا المصنف في كتاب الهداية، وجعل له أكثر من 82 شرحا. ومن متون الفقهية أيضا الحنفية كتاب المختار في الفتوى للإمام الموصلي، وشرحه أيضا في كتاب الاختيار، لأنه جرده عن النص كما جرد المرغناني أيضا متنه بداية المبتدئ عن النص. ومن المتون أيضا كنز الدقائق للنسفي، وتوسعت الشروح فيه، فمنها تبيين الحقائق للزيلعي، ومنها البحر الرائق، وهو من أوسع الكتب الحنفية في ذكر المسائل المستطردة، لأن مصنفه رحمه الله متأخر. وهناك شروح لغير المصنفات مثل كتاب المبسوط للصرخسي، وقد أملاه وهو في السجن، وهو أكثر من 30 مجلدا، كان مسجونا في بئر ويملي على طلابه ويكتبون وهم على شافة البئر. ومنها بدائع الصنائع الكاساني رحمه الله، وتوسع في ذكر المسائل وأدلتها، ويذكر عن أبي يوسف محمد الحسن، وأتى السمرقندي رحمه الله واختصره في كتاب تحفة الفقهاء. وهكذا انتشر الفقه الحنفي وتم تداوله وكثر، لأن في عصر الخلافة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي هو المرتضى لهم، وهذا سبب انتشاره في الآفاق. ومن الكتب الشافعية كتاب المهذب في المتون للشيرازي، وشرحه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، لكنه وصل إلى كتاب الحج وتوفي النووي رحمه الله، ثم أكمل منه مجلدين الإمام السبكي وتوفي، ثم أكمله المطيعي، فتعاقب على هذا، على شرح هذا المتن في كتاب واحد المجموع 3 من العلماء. ولهذا يتخذ من أن طالب العلم يبادر قبل أن يفجاه الموت، فلا يضيع لحظة من عمره. فكم من كتاب بدأ فيه من أهل العلم لكن المنية اخترمتهم، كما توفي ابن كثير رحمه الله ولم ينتهي من كتاب جامع المسانيد. ومن المتون أيضا مختصر المزني، وله عدة شروح. ومن المتون أيضا منهاج الطالبين، ومن شروحه التحفة. ومن المتون روض الطالب، وشرح في كتاب أسنى المطالب، وهو أوسع كتاب في الفقه الشافعي في ذكر المسائل.
فهناك البحر الرائق وهنا أسنى المطالب، وكما سيأتي الإقناع في المذهب الحنبلي. فتوسع في ذكر هذه المسائل التي يذكرونها. ومن المذهب الحنبلي ومن المذهب المالكي مدارهم في الفقه على مختصر خليق مصنفي خليل ابن إسحاق رحمه الله، وهو متن طويل فيه صعوبة في فهمه وصعوبة أيضا في حفظه، لكن ارتضاه المالكي، لكنه جمع مسائل عديدة ولو عدة شروح، منها مواهب الجليل الحطاب، وأيضا شرح غير مواهب الجليل منح الجليل لمحمد بن عليش، شرحه أيضا شرحا وافيا وله عدة حواشي متعددة. ومن المذهب الحنبلي أقدم متن فيه هو متن أبي القاسم أحمد بن حسين الخرقي، المعروف كتابه بمختصر الخرقي، متوفى سنة 334 للهجرة، وشرح هذا الكتاب من قدامة في المغني، وشرحه أيضا الزركشي في كتابه الشرح المعروف بشرح الزركشي أي لمختصر الخرقي. ثم تعاقب أهل العلم على المتون في المذهب الحنبلي، لكن عمدتهم هو مختصر الخرقي، فألف ابن قدامة كتاب العمدة وجعله للمبتدئين، وعلى قول واحد مما يرجحه في المذهب بالدليل وذكر الحديث الصحيح، ولا يذكر روايات أخرى أو مذاهب مختلفة. ثم توسع بعد ذلك في وضع متن آخر وهو المقنع، وجعله على روايتين ولم يذكر فيها أدلة، لأنه جعله متنا قال متوسطا بين الطول والقصر. ومختصر وكتاب المقنع شرح في المبدع لابن مفلح، وشرح في كتاب الأنصاف المرداوي، وشرح أيضا في كتاب الشرح الكبير لابن أخ ابن قدامة رحمه الله صاحب العمدة. ومن شروح العمدة شرح لشيخ الإسلام رحمه الله، ومن شروحها أيضا بهاء الدين المقدسي في كتاب العدة شرح العمدة. ومن المتون أيضا في المذهب الحنبلي كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي المتوفى سنة 968، وأصل الكتاب هو المقنع، لذلك قال في مقدمته أما بعد فهذا مختصر من مقنع الإمام الموفق بمحمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، لأن المقنع على قولين وجعل الزاد على قول واحد فيما يراه راجحا عنده. وهناك متون مختصرة للمذهب الحنبلي، لكن من أكثرها وأشهرها هو ما ذكر، ومن غيرها تسهيل الفقه، وأيضا كشف المخدرات وغير ذلك. ودرس اليوم هو من كتاب العمدة في الصيام، ومؤلفه موفق الدين محمد أبي محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي،
ولد رحمه الله في قرية جماعيل وهي من قرى نابلس، ولد سنة 461، ونابلس مدينة في فلسطين الآن، كانت مشتهرة بالعلم وأهلها ذو عفة. قال ابن العربي رحمه الله في تفسيره: مكثت في نابلس شهرا كاملا فلم أرى امرأة خارجة في السوق. ثم بعد ذلك هاجر رحمه الله مع والده وأهله إلى دمشق عند محنة التتار، وحفظ القرآن وعمره 10 سنوات رحمه الله، وطلب العلم وحفظ القرآن برواية نافع. قال عنه الذهبي رحمه الله: هو الإمام العالم العلامة المجتهد القدوة من أذكياء العالم. وكان رحمه الله ذا علم وحلم. قال عنه الضياء تلميذه: قال لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. قال وكانت له جارية تؤذيه فما يقول لها شيئا. قال وكان أولاده يتضاربون عنده فما يكلمهم. وقال عنه الضياء رحمه الله مادحا له في حسن خلقه: قال ما رأيته أوجع قلب طالب أبدا رحمه الله. ومن ساعة علمه أنه نوع بين الفنون، ففي العقيدة ألف في لمعة الاعتقاد والعلوم، وفي أصول الفقه صنف في روضة الطالبين، وفي الفقه له الباع الطويل في التصنيف والتعليم حتى كان إماما مجتهدا. ويشهد له اجتهاده في الفقه كتابه المغني الذي هو شرح مختصر الخراقي. ثم في كل المذاهب السابقة منهم من يذكر أقوال العلماء الآخرين توقيرا لهم، ففي الغالب فمثلا كتاب منحة السلوك شرح تحفة الملوك للعيني رحمه الله ذكر أقوال المذاهب الأربعة، وإن كان ذكره الإمام أحمد قليل. وفي المذهب المالكي الذخيرة، وفي المذهب الشافعي كتاب المجموع وحلية الأولياء، حلية العلماء للقفال الشاشي يذكر فيه المذاهب. وفي المذهب الحنبلي كتاب المغني يذكر فيه المذاهب ويرجح ما يراه راجحا بالدليل. ولم يقتصر تصنيف العلماء في المذاهب على المسائل الفقهية فقط، بل رتبوا أيضا أحاديث على تصنيف ما أبواب الفقه. ففي المذهب المالكي عبد الحق الإشبيلي رحمه الله ألف كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، وفي المذهب الشافعي ألف ابن حجر رحمه الله متنه بلوغ المرام، وفي المذهب الحنبلي رتب كتاب المحرر رتب ابن عبد الهادي رحمه الله على أبواب الفقه الحنبلي. ولا أعرف متنا في الحديث للأحكام في المذهب الحنفي. وجل أئمة المذاهب الأربعة بل كلهم سوى أبي حنيفة كما سيأتي من أهل الحديث، أي أن فقههم مبني على الكتاب والسنة. فمثلا المذهب المالكي
إمام المذهب هو الإمام مالك صاحب الموطأ في الحديث. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: إمام المتقنين وكبير المتثبتين. وفي والإمام الشافعي إمام المذهب الشافعي منسوب إليه عنده كتاب الحديث كتاب الأم بالسند للنبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الحنبلي ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنده كتاب المسند وهو من أوسع كتب الحديث في الأرض. قال عن نفسه رحمه الله: أحفظ 1000 حديث، يعني أحفظ 1,000,000 سند في الحديث رحمه الله. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأقلهم رواية الحديث لبعده عن دار الهجرة لأنه كان في العراق، لكنه رحمه الله أوتي فهما قويا للمسائل واستنباطا كثيرا، فهو من أئمة الإسلام رحمهم الله جميعا. ونستهل بإذن الله شرح جزء من العمدة وهو كتاب الصيام في هذه الدورة بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ. قال رحمه الله كتاب الصيام، كتاب يعني مكتوب، فهو فاعل بمعنى فهو مصدر بمعنى مكتوب. تقول: كتب كتابا وكتبا، أي جمع فيه مسائل عدة. والصيام في اللغة هو الإمساك. وفي الشرع الإمساك بنية من شخص مخصوص في زمن مخصوص لأمر مخصوص. ومدار الصيام على أمرين في الترك، وهو ترك الأكل والشرب وترك الجماع. لذلك في اللغة هو الإمساك، تمسك عن هذا وهذا. ومنع من الأمرين السابقين لكونهما هي لذة الإنسان، فالأكل والطعام غذاء لكنه أيضا متعة. لذلك قال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. والوطء أيضا هو متعة، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن. ولا يصح الصيام إلا بنية، فلو أن شخصا أمسك عن الطعام والشراب والوطء لمرض فيه لا لنية التعبد، لا يصح منه هذا الصوم. وما قولنا من شخص مخصوص في زمن مخصوص، فقوله من شخص مخصوص سيأتي إن شاء الله في أول مطلع ما ذكر المصنف. في زمن مخصوص كما قال سبحانه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فهم الكتاب قوله سبحانه: والذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ودلت عليه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وكقوله
من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صام 9 رمضانات إذ فرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع. وكان الصيام معروفا حتى على من قبلنا من الأمم السالفة لحاجة الإنسان إليه الدينية لنقوي ما بينك وبين الله، ولحاجة الإنسان إليه الجسدية الصحية. قال سبحانه: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان الجاهلية يصومون 10. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: طاف بنا طائف من النبي صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار وقال: إن الله يأمركم أن تصوموا 10، فمن أفطر صائما فليمسك، ومن كان صائما فليصوم. رواه البخاري. وكانت اليهود أيضا تصوم 10 كما في صحيح مسلم. وفي السنة الأخيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في الصوم، فأمر بأن نصوم يوما قبله كما قال: صومنا 9. ولكن صفة صيام من قبلنا تختلف، لكن صيام هذه الأمة لا شك أكمل وأعظم، لأنها هي الأمة الكاملة في تشريعاتها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحكمة من الصوم هي تقوى الله، لأن جميع أعمال الجوارح من أجل إصلاح القلب، فالصلاة من أجل القلب أن يصلح، الكلم الطيب من أجل أن يصلح القلب، وكذلك الإنفاق من أجل صلاح القلب: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي القلب وتزكي أيضا المال، لكن المقصود زكاة القلب كما قال سبحانه: قد أفلح من زكاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وتلاوة القرآن من أجل إصلاح القلب، ولذا الصيام من أجل إصلاح القلب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ. قال: يجب صيام رمضان. وهنا يذكر رحمه الله من الذي يجب عليه الصوم في رمضان، لأنه هناك فيه صوم لكن في غير رمضان، والصوم الذي في غير رمضان منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. فمن الصوم الذي في غير رمضان مثل قضاء أيام رمضان، فهذه واجبة لكنها ليست في رمضان، وكذلك الكفارات هذه واجبة ولا تفعل في رمضان لأن الفرض مقدم على النذر. ومنه ما هو ما ليس بواجب مثل التطوعات كصيام الاثنين والخميس والبيض، كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء وغير ذلك. وهنا يذكر رحمه الله شروط من يجب عليه الصوم في رمضان كما سيأتي، لأنه أسقط المقيم شرط المقيم، وأسقط من حصل له مانع في رمضان من الحيض والنفاس. ومن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا الصيام، فهناك باب في الجنة لا يدخل منه
إلا الصائمون، يقال له باب الريان. والمراد بالصائمين في هذا الحديث أن في الجنة بابا يقال الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، هو من صام الفرض دون النافلة، لأن من صام الفرض يدعى من ذلك الباب، لكن من تزود فأجره سبحانه على فأجره على الله سبحانه. ولا تعرف عبادة، والعبادات تنقسم في الأجور إلى قسمين، قسم منها ما هو مضاعف الثواب، وقسم ما ليس بمضاعف. القسم المضاعف مثل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: بحسب الإخلاص. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا في جميع أنواع العبادات سوى القسم الثاني الذي سيأتي. فكل عمل تعمله مضاعف، العشرة الحسنة 10، 100، 200، 700، 700، وهكذا من المضاعفات. والقسم الثاني أجره ليس بمضاعف وإنما بغير حساب. وهذا في عبادتين: عبادة بالجوارح وهي صيام رمضان، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بغير حساب. وما ظنك بالرب الكريم، يعطي بغير حساب. وقسم ثاني عبادة قلبية ثوابها بغير حساب أيضا، وأصلها في القلب ومدلولاتها على الجوارح، وهي عبادة الصبر. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الصبر بأقسام 3، سواء صبر على الطاعة أو صبر عن المعصية أو صبر على المصائب. ومن ثواب الصيام أن جزاه من جنس العمل، فكما أن الصائم يتعب وقد يحزن من الصوم، يثاب بفرحة في الدنيا عند الفطر وفرحة عند لقاء الله عز وجل، كما قال مسلم: الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن الجزاء أيضا على الصوم من جنس العمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكما أن رائحته قد تكون كريهة بسبب خلو المعدة من الطعام، لكن يوم القيامة رائحة المسك. وهنا قال المسك، وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري قال: أطيب الطيب المسك. ومن فضائل الصوم أنه موعود بمغفرة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهناك أعمال مصاحبة لرمضان موعود أيضا صاحبها بالمغفرة، مثل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومثل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. يجب صيام رمضان على كل مسلم. نعم، قال على كل مسلم. والمراد بالوجوب هنا على المسلم أي وجوب الأداء،
وليس معناه سقوط الإثم عن الكافر. فالأحكام التكليفية مأمور بها المسلم والكافر. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمسلم يثيبه الله عز وجل على فعل الطاعات بالجنة في الآخرة، ويذيقه أثر ذلك الفعل، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. وأما الكافر في حسناته يذيقه الله عز وجل منها في الدنيا، كما قال سبحانه: أذاقه الله منها طعمة له في الدنيا، كما في صحيح مسلم. وأما في الآخرة كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: فإنهم لا حسنات لهم، والعياذ بالله. وأما في فعل الكفار للسيئات فهم يعاقبون عليه مع معاقبتهم لترك الواجبات. فالكافر المقعد في بيته ليس وزره كوزر الكافر الظالم الذي يقتل المسلمين. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، أي أن الكفار والعياذ بالله كلهم في النار، لكن منهم من يزيد عذابه على عذاب غيره. ومما يعاقب عليه ترك الواجبات مثل الصوم والصلاة. قال سبحانه إخبارا عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكل وقت صلاة ينقضي وكل رمضان يمضي الكافر يكون له وزر، يكون عليه وزر في تركهما. ولذلك من أحكام وذلك من حكم قتل الكفار في الجهاد لئلا يزيد عليه الإثم بمرور أوقات الأعمال الصالحة وهو مفرط فيها. والمسلم ينقسم إلى قسمين: منهم من قد بلغ ومنهم من لم يبلغ، كما سيأتي. نعم. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ. نعم، بالغ. البالغ يثاب على الحسنات ويجازى على السيئات، وغير البالغ يعني صبي صغير عمره مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات قلم التكليف عليه في السيئات لا يجري، أي لا تكتب عليه سيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قالوا: عن الصغير حتى يكبر. أما الحسنات فإنه يؤجر عليها، وكذلك الولي الذي يربيه على هذا الفعل الصالح يؤجر عليه. الدليل أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصغير لو قرأ القرآن وهو لم يبلغ مثل عمره 10 سنوات يكتب في صحيفة حسناته، لكن صحيفة سيئاته خالية، ليس عليه سيئة. ولوالده أو من أمره بتلاوة القرآن أجر أيضا، لأنه حثه عليه. والبلوغ يعرف بعلامات: العلامة الأولى تمام 15 عاما، فلو كان في أول 15 عاما لا يعتبر بالغا إذا كان
لم يبلغ بعلمة غيرها. الدليل على ذلك ما في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة فلم يأذن لي، وعرضت عليه في الخندق فأذن لي، وفي رواية ولم يرني قد بلغت، وفي الثاني فدل على أن سن 15 في البلوغ أصل في التكليف. والعلامة الثانية خروج المني سواء كان في اليقظة أم في الاحتلام. قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بنزول المني. وقال سبحانه: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هذا في النوم، والأول الحديث الأول في اليقظة. والعلامة الثالثة بظهور شعر، بإنبات شعر خشن حول العانة. إذا كان الشعر ناعما قد يكون عند غير البالغين، هذا لا عبرة به، وإنما المراد الشعر الخشن. والدليل على ذلك أنه في غزوة قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن عورات من قارب البلوغ. قال: فمن أنبت، يعني بلغ، أمر بقتلهم، يعني يجعلون كالرجال، ومن لم ينبت لم يأمر بقتله. وتزيد المرأة، وتشترك العلامات السابقة المرأة مع الرجل فيها، وتزيد المرأة الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بحائض هنا أي بالغ، والنفاس في حكم الحيض. نعم. فإذا بلغ الصبي يجب عليه الصيام، وإذا لم يبلغ سيأتي أنه يستحب أن يؤمر به. نعم. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. نعم، عاقل، لأن المجنون ليس مكلفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قال: وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية: حتى يعقل. ولأن هذا الشرع أتى لأهل العقول، كما قال سبحانه: لعلكم تعقلون، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما المجنون فهو مزال عنها التكليف في العبادات، وأما في الجنايات فيتحملها الولي من ماله، وإذا لم يكن له مال يتحملها وليه. وفي جناية هذه الجناية المالية، وفي غير الجنايات، وفي الجناية البدنية، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: أجمع العلماء على أن المجنون يعزر، يعني يؤدب، فلو أن مجنونا ضرب آخر للقاضي أن يحكم بجلده وسجنه وإن كان مجنونا، لأن المجنون إذا خوف بمن هو أقوى منه كالجندي ونحو ذلك ينتبه، فهو يعزر. نعم. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر. نعم. الشروط التي ذكرها المصنف: مسلم بالغ عاقل، نهج العلماء فيها أن شرط الإسلام لا يذكرونه في العبادات لأنه شرط لجميع العبادات، لكن لما كان هذا الكتاب
وهو كتاب العمدة لمن وضعه المصنف للمبتدئين ذكر ذلك للتوضيح. وشرط مسلم وشرط بالغ عاقل يختصره العلماء في كلمة مكلف، فإذا قيل مكلف فالمراد به البالغ العاقل. وكذلك العبادات البالغ العاقل يشترط فيها لذلك الكتب المتقدمة لا يذكرون هذه الشروط الثلاثة لأنها شرط في كل عبادة، أما في الحدود ونحو ذلك فإنهم يذكرون شرط الإسلام، يذكرون شرط البلوغ، وكذلك في القصاص والإسلام يذكر في شرب الخمر وما هو مباح في شريعتهم. نعم. ويؤمر به الصبي إن أطاقه. يؤمر به الصبي، يعني يستحب أن يؤمر الصبي به إن أطاقه، يعني إذا لم يشق عليه. والدليل على ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وقالت: كنا نصنع اللعب من العهن إذا طلبوا الطعام حتى ينقضي الصيام، فكانوا يأمرون الصبيان بذلك ليكون أسهل عليهم إذا بلغوا، وليعتادوا على هذه العبادة، وأيضا ليؤجر الصغار. المراد بالصغار من لم يبلغ، فلو كان صبي عمره 10 سنوات ولم يصم لا يثرب عليه، لكن لو ترك الصلاة يضرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربهم عليها لعشر. نعم. ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. قبل، نعم، أعد من البداية. بعد يؤمر الصبي. نعم. إذا بلغ ويؤمر به صبي. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. نعم. ويجب بأحد 3 أشياء: نعم، كمال شعبان. لحظة شوي. ورؤية هلال رمضان. حب ويؤمر بثلاثة، ويكون بثلاثة أشياء، ويصام بثلاثة أشياء. يعني كيف نعرف أن رمضان دخل علينا لنصومه؟ قال المصنف رحمه الله هنا بثلاثة أشياء، وسيأتي تفصيل هذه الأشياء. والمصنف رحمه الله اختار رواية في المذهب في الأمر الثالث، لكنها على سبيل الإجمال، وسنعود لقول المصنف: صيام رمضان يكون بأمرين، الأمر الأول برؤيته، يعني برؤية الهلال، لقول المسلم: صوموا لرؤيته. وهذه الرؤية سواء رآها الشخص أم رؤيت له، يعني رآها آخر فشهد، نصوم بناء على الرؤية. والأمر الثاني بإتمام عدة شعبان 30 يوما، كما قال مسلم: غب عليكم فاقدروا له 30 يوما. والمصنف رحمه الله ذكر أمرا ثالث سيأتي التفصيل فيه. نعم. 3 أشياء: ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان. نعم. كمال شعبان يعني إذا كمل شهر شعبان 30 يوما تكون تلك الليلة بعد التمام 3 شعبان هي ليلة رمضان ونصومها، كما قال المسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30 يوما.
هذا الأمر الأول بإكمال عدة شعبان 30، يعني لو ما رأينا هلال رمضان بعد أن أكملنا 30 شعبان نصومه، فلو ترأيناه ليلة 29 وما رأيناه فالليلة القادمة جزما هي ليلة فلو ترأيناه ليلة 30 وما رأيناه فالليلة القادمة جزما هي ليلة الليلة الأولى من رمضان. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان. نعم، ورؤية هلال رمضان. رؤية هلال رمضان أي ليس بالحساب، وإنما بالرؤية، والرؤية لا تكون إلا بالبصر في حقيقتها، والمراصد التي تقرب ذلك هي تسير مع مغرب الهلال، فإذا دنا عند الغروب أشعة الشمس تؤثر على المراصد، فلا يمكن رؤيته بذلك فيبعدون المراصد، ويبقى هذا الحديث معجزة بالرؤية البصرية، صوم لرؤيته. هذا بالنسبة للمراصد، فيستعان بالمراصد في مكان الهلال قبل الغروب، لكن عند الغروب يتعذر رؤية الهلال بالمرصد لأن أشعة الشمس تعود إليه. فإذا حددنا موقع الهلال نبعد المرصد ثم ننظر بالعين، يعني نعود إلى الحديث المعجزة صوموا لرؤيته. وأما الحساب فلم يأتي نص بالاعتماد عليه سواء في الصيام أو في الفطر، والحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي المرة الأخرى قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه. وحكمة أخرى أيضا من رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يجعلنا نتعرف على دخول الشهر بالحساب، لأن الحساب لا يعرفه إلا قلة جدا من الناس في العالم، أما الهلال فبإمكان الصبي يراه، وبإمكان الرجل الكبير يراه، وبإمكان الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يراه، وبإمكان المزارع أن يراه، أما الحساب فيحتاج إلى تعليم طويل معقد لرؤيته. والأمر الثالث لا يعتمد في الحساب، لأن الحسابين قال شيخ الإسلام اتفقوا على أنهم يخطئون ولا زالوا يعترفون بالخطأ، وسبب خطئهم فيه تقدير بعضهم لبعض في مسير القمر حول الأرض، فالقمر يسير بسرعة له، فهذا الحاسب يقول سرعته يصل لنا عند هذه النقطة مثلا الساعة السادسة، والآخر يقول لا سرعته يصل إلى هذا المكان في الساعة السادسة ودقيقة، وهذا يخطئ وهذا يخطئ. ونعطيكم مثالا يسهل لذلك، مثل لو كانت سيارة
ستقدم من بعيد بسرعة 100 كيلو في الساعة، ومسارها واسع في اليمين والشمال، وأمامها معوقات في السير، قد تسير يمين أو شمالا. فيجلس مثلا 10 أشخاص، هذا يقول تصل إلى أول العمود الساعة 10 وثانية، والثاني يقول لا 10 و4 ثواني، والثالث يقول 10 و10 ثواني، وهكذا. مثل الطائرات الآن يقولك سوف نصل الساعة 6 ويصل الساعة 6:10 أو 6 وهكذا. والعلة في الاختلاف في ولادة القمر في الحساب أن الأرض كما تعلمون بيضاوية، وإذا كانت بيضاوية القمر ما يعرفون يأتي في الجهة هذه منها الأعلى ولا أدنى ولا أسفل، فليست دائرية تماما يعرف مسيره، فهنا قد يكون في هذا الارتفاع من الأرض البيضاوي منها يتأخر وصول القمر إليها، لذلك يخطئون، هم يعترفون بهذا الخطأ. والأمر الرابع في أنه لا يعتمد على الحساب أن صيامه عبادة، وجعل الاطلاع فيه على عبادة، فحن تعبد الله عز وجل برؤيته. ومن الحكم فيه لتكون عقول جميع المسلمين متوقدة عند دخول الشهر فرحا به، وعند الخروج منه فرحا به، ويظهر الفرح. لو تسأل مثلا ممن يرى الاعتماد على الحساب متى رمضان، يقولك السبت لا تحسب، ومن يعتمد على الرؤية يفرحون، ننظر متى سيخرج الهلال، لا أنظر القمر عالي أدنى يمين شمال الشمس، وهكذا. ثم فإذا أهل فرحة كبيرة يباركون في الشهر، أما صاحب الحساب ما عنده فرح في هذا، تفوت عليه هذه الفرحة. والفرح نوع من أنواع العبادة في الدين، قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإذا كان أخبر، وإذا والله عز وجل أخبر بأن أهل الكتاب يفرحون بما ينزل في هذا القرآن العظيم من الآيات، فالمسلمون باب أولى. الله يقول سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن، الله قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، فيجب علينا أن نفرح بفرح أشد من فرح المسلمين بنزول القرآن علينا، وفرحهم به لما يرون فيه من الآيات والمعجزات والعلوم العجيبة. وديننا من الحكم أن ديننا مبني على السهولة واليسر. طلعت الشمس، الصبي الصغير يخبرك الشمس طلعت فلا نصلي، نتوقف وقت نهي. وتأمر ابنك الصغير عمره 4 سنوات هل غربت الشمس، فينظر يقول غربت، فنفطر ويفطر جميع المسلمين. أما الحساب ففيه صعوبة وتعقيد، ومن هذه الشريعة المحمدية السهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة 30. نعم. يحول دونه. الأمر الأول ذكر أن كمال شعبان 30 يوما، والأمر الثاني الرؤية، والأمر الثالث الذي ذهب إليه المصنف وهو رواية في المذهب، وهو أنه يصام يوم الشك، يعني في ليلة
الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر يعني غبار، على قول المصنف رحمه الله أنه يصام من الغد الذي هو يوم الشك، لأنه قد يكون من رمضان على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وشيخ محمد الوهاب وغير أئمة الدعوة أنه لا يجوز صيام هذا اليوم، لقول ابن رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولقول المسلم لا يتقدمن أحد منكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصومه فليصم صومه، رواه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا القول ليس هو القول الصحيح الصريح في مذهب الإمام أحمد، وإنما القول الصحيح هو أنه لا يصام ذلك اليوم. والمصنف رحمه الله أخذ برواية في المذهب، والراجح ما ذكر. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام. نعم، يعني من رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم، لكن سيأتي تفصيل لذلك لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فمن رآه يجب أن يصومه. نعم. فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم، فإن كان عدلا، والمراد بالعدالة فعل الواجبات وترك المنكرات ولا يفعل شيئا من خوارم المروءات، ولكن هذا يختلف بحسب اختلاف الناس. فإن كان يظهر عند ناس معصية فلا نرد شهادة من شهد وهو يفعل معصية، مثل من شروط الولي في النكاح العدالة، ولو أخذنا بهذا القول كل أب حلق لحيته لا يجوز أن يزوج بنته، ولكن نقول العدالة بحسب حال الناس، إذا انتشرت معصية ولا يظهر منها كذب الرجل في الشهادة فنأخذ بقوله. فإن كان عدلا يصوم الناس برؤيته، ونأخذ من هذا أن صيام شهر رمضان يكون بشهادة رجل واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني رأيته فأمر بصيامه. وأما خروج شهر رمضان فبالإجماع لا يخرج منه إلا بشهادة اثنين، وكذا في رؤية هلال ذي الحجة لا يقبل فيه سوى رجلين. أما دخول شهر رمضان يكتفى فيه برجل للحديث واحتياطا للعبادة. نعم. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. نعم، بشهادة اثنين بخلاف الدخول يكتفى فيه بشهادة رجل واحد. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر إذا رآه وحده، يعني إذا لم يكن معه آخر يعضد شهادته. والقول الثاني
أنه لو أتم الشهر وهو لم يرى الهلال لننظر إلى رأيه، وإنما يصوم كما يصوم الناس ويفطر كما يفطر الناس. يعني لو شهد شاهد عند دخول الشهر فردت شهادته لفسق ونحوه لا يصوم هو، وإن كانت شهادته مردودة، وإنما يكون مع الناس يفطر. وكذلك في ختام الشهر لو رأى هو هلال رمضان ولم يره غيره لا يفطر، وإنما يتم مع الناس حتى ولو رأى هلال رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. لحظة شوي، يعني لو كانت الشهادة عند خروج الشهر باثنين تقبل، ومما تقدم أنه إذا صام، أنه إذا رؤي هلال رمضان في الدخول أو في خروج الشهر هل يلزم جميع الناس الصوم أم يلزم القطر الواحد في الصوم؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يلزم جميع المسلمين، يلزم جميع المسلمين الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لقوله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والقول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيته، لكل أهل بلد رؤيتهم. والدليل حديث كريب لما قدم على ابن عباس قال: إنه هل علينا شهر رمضان، وهو في الشام عند معاوية، قال: متى صمتم؟ قال: الجمعة. قال: ما نحن صمنا السبت. فدل على أن اختلاف المطالع له عبرة. والقول الثالث أنه إذا رؤي في بلد تحت ولاية حاكم واحد يصوم من تحت ولايته، وهذا فيه أجمع لكلمة المسلمين. ولو أخذوا بالرؤية من حولهم من المسلمين أو من بعد فلا بأس في ذلك. نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة. نعم، يعني في نهاية الشهر إذا ما رؤي إلا شهد واحد لا نفطر، أو كان فيه غيم أو قطر لا نفطر، نتم رمضان 30 يوما. وعكس هذه المسألة لو رؤي مثلا، لو أتممنا شعبان لقطر أو غيم ثم في آخر الشهر رؤي ليلة 29، يعني لم نصم سوى 28 يوما، إذا رأينا الهلال نتوقف ما نصوم، وعلى المسلمين أن يقضوا ما تركوا من ذلك اليوم. وحصل ذلك في عهد علي رضي الله عنه، وأمر الناس بالفطر ثم بالقضاء في ذلك. ومما يترتب على هذه المسألة، لو أن شخصا في بلد أتم 30 يوما وفي اليوم 30 ذهب إلى بلد آخر ووجدهم يصومون، إذا أتم 30 يوما لا يصوم، لأن الشهر لا يزيد عن 30، لكن يفطر سرا. وعكس هذه المسألة لو كان في بلد صام فيه 28، صام فيه 28 يوما ثم ذهب إلى بلد آخر ووجدهم قد أفطروا، فإنه يفطر معهم ويقضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. نعم، يعني إذا اشتبهت الأشهر على الأسير في أسير الحرب ونحوه أو في البادية لا يستطيع الوصول لمعرفة رمضان يتحرى، يعني يجتهد، يقول مثلا هذا وقت خروج رطب التمر فأظنه دخل شهر رمضان، يتحرى. فإذا تبين له في المستقبل أنه صام رمضان فلا يفعل شيئا في البداية والنهاية، لو صام 30 يوما حسب تحريه لا يصوم، لا يقضي شيئا. ولو كان صام قبله يقضي، لأنه فعل العبادة قبل وقتها. وإذا كان صام بعدها بعد رمضان فلا يقضي، لأن فعله عبارة عن قضاء لما فاته من رمضان. وإذا كان جزءا منه في أوله وقع يقضي ما لم يكن فيه، وإذا كان جزءا منه في آخره وفي وأوله في آخر رمضان فلا يقضي شيئا، لأن ما صام في رمضان فهو في رمضان، وما كان بعد رمضان فهو كالقضاء له. نعم، إلى هنا توقف ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.